خلاويس خلاويس يا عم بقالك ساعة خلاويس يا عم انت عايز اقول لك لا بشارك بقالي ساعة تتكلم بجد؟ والله ليديز اند جنتلمان النهارده عندنا حلقة مهمة جدا بخصوص عقدتنا في الانجليش وهو النقطة اتفرج عليا وهتستفيد حاجات كتير جدا يلا بينا الفيديو بتاع النهارده هيساعدك انك تتكلم اسرع you speak faster مشكله كتير مننا لما بيجي يتعلموا انجليش انه بعد فتره حتى بيبقى عنده معاني كويسه بيبقى عنده جرامر كويس لكن لسه حاسس ان لسانه تقيل شويه في ان هو ينطق الكلمات لوحدها او حتى كلمات في جمله جنب بعضها السبب في دوت ان في جزئيات او اسرار ليها علاقه بالنطق انت ما تعرفهاش او خلينا نقول انك ما بتطبقهاش الجزئيات ديت انا شملها لك النهارده في فيديو واحد بدل ما اشملها لك في كذا فيديو اعملها لك في فيديو واحد عشان يبقى ده مرجع شامل ليك بس قبل ما نبتدي خليني اقول لك ان كل الجزئيات والتركات اللي انا هكلمك عليها النهارده انت محتاج تطبقها على مرحلتين وده مهم جدا المرحله الاولانيه انك تبتدي تطبقها في القراءه انك تقرا بصوت عالي وتطبق الجزئيات اللي انا هتكلم عليها في الفيديو ده النهارده دي مهمه جدا عشان كده حبيت اقولها في اول الفيديو بعد ما تحس انك وانت بتقرا بصوت عالي بدات تظبط الجزئيات ديت تبتدي تخش على المرحله الثانيه انك تطبق الكلام دوت وانت بتعمل محادثه في الكونفرسيشن او هتلاقي باللاوعي كده عقلك الباطن بدا يظبطها في الكونفرسيشن بس الاول حاول تقرا دايما هات اي باراجراف اي باراجراف اي قطعه بالانجلش وحاول تقراها بصوت عالي وطبق الجزئيات دي هتلاقي لوحدك بعد كده في المرحله الثانيه اللي هي المحادثه الكونفرسيشن بدا عقلك يطبقها لوحده بطريقه كويسه جدا ده سرك مش بس في الكلام اللي انا هتكلم فيه النهارده ده السر اللي يظبط اي نطق في الانجليش او اي قاعده نطق انت بتحاول تشتغل عليها دايما حاول تظبطها الاول وانت بتقرا بصوت عالي يلا بينا من غير تاخير نبتدي في الجزئيات دي مع بعض اول نصيحه عشان تتكلم اسرع انك لازم تهتم بحرف التي حرف التي هو اهم حرف في الانجليش من غير مبالغه ليه هو نطقه مش صعب في اول الكلمه لكن في اخر الكلمه لازم تعمل حاجه اسمها ستوب تي دي هتفرق معاك في سرعه الكلام جدا يعني ايه ستوب تي ستوب تي يعني تكتم التي في اخر الكلمه ما تنطقهاش او ما تطلعش الهواء بتاعها طب خلينا اديك مثالين عشان نفيجوالايز او نفهم مع بعض كده الموضوع اكتر واحد هنطق فيهم التي عاديه زي في اول الكلام زي لما بتيجي في اول الكلمه وفي الثاني هعمل لك ستوبت هوقفها مش هطلع الهواء بتاعها كلمه ليت هنا انا طلعت الهواء لكن لو نطقتها ستوبتي هتبقى ليت طب ده بيفرق طبعا بيفرق معانا جدا في سرعه الكلمه ذات نفسها خلينا دي جمله كامله وهتشوف قد ايه انا سريع لما بوقف التي وقد ايه انا بطيء جدا لما ما بوقفش التي او بعمل لها ستوبت the late bus left at 8:30 the late bus left at 8:30 شفت انا هنا سريع جدا ازاي لكن لو قلتها ببطء هقول the late bus left at 8:30 الفرق في ايه الفرق في انك بتحاول تكتم الهواء وبالتالي التي ما بتتنطقش وما بتاخدش وقت في النطق فبتبقى انت اسرع طيب الستوب تي بتحصل امتى الستوب تي بتحصل لما تبقى التي جايه في اخر الكلمه والكلمه اللي بعدها بتبتدي بحرف ثابت ابتدي طبق الكلام ده النهارده هيفرق معاك في نطقك كتير وهتبقى اسرع تاني نصيحة معايا النهاردة عشان تتكلم اسرع انك لازم تبتدي توصل او تربط الكلام ببعضه طيب ما تيجي اديك مثال عشان نفهم لان الموضوع ليه قواعد في ناس كتير قوي لما بيجوا يقولوا الكلمتين اللي طلعوا دول بيقولوهم went to مع ان الصح انك توصل الكلام وتقول went to went to went to مثلا الكلمة اللي طلعت دي برضو fan near I have a fan near me I have a fan near me بدل ما تقول fan near me طيب ايه اللي احنا شفناه في المثالين دول انا شفت كلمة بتنتهي بنفس الحرف اللي الكلمة اللي بعدها بتبتدي بيه ودي اول قاعدة في وصل الكلام لما تبقى كلمة بتبتدي بتنتهي بنفس الحرف او نفس الصوت والكلمة اللي بعدها بتبتدي بنفس الحرف او نفس الصوت بنربطهم ببعض ودي اول حاجة لازم تطبقها في قواعد الربط تاني حاجة انك اي كلمة في الانجليش بتنتهي بحرف ثابت والكلمة اللي بعدها بتبتدي بفاول
ممكن تربطهم ببعض. استنى بس، انت فاكر الفاولز هم ايه؟ ال O وال E وال U وال I وال A. يعني look و at. بدل ما تقول look at قول look at. look at. الكلمة بتنتهي بحرف ثابت اللي هي look، وكلمة at بتبتدي بفاول، ودي قاعدة اسمها قاعدة ربط الفاول بالحرف الثابت look at. يبقى القاعدة ايه؟ القاعدة ان انا بربط الحروف الثابتة بالكلمة اللي بعدها لو الكلمة اللي بعدها بتبتدي بفاول، زي ما يكون فاول ده العليقة اللي هي بلزق فيها الكلمات في بعض. ودي تاني قاعدة في الربط، ازاي تربط كلمتين ببعض، كلمة بتنتهي بحرف ثابت والكلمة اللي بعدها بتبتدي بفاول. خلينا اديك مثال تالت. A lot of. A lot of. او في البريطاني a lot of. A lot of. انا ما قلتش two of، لا انا ربطتها ببعض توف. A lot of. تالت حاجة في قواعد الربط انك ممكن تربط كلمتين ببعض، الكلمة الاولانية بتنتهي بفاول حرف متحرك والكلمة التانية بتبتدي بفاول حرف متحرك، يبقى واحدة بتنتهي بفاول والتانية بتبتدي بفاول. ودي كنت عملت عليها فيديو زمان عشان ما نبقاش بنكرر نفسنا، هسيبهولك في الرابط التحت. دي تاني جزئية وتاني نصيحة، ودي مهمة جدا لازم تطبقها لو انت عاوز تتكلم أسرع. تالت حاجة الـ stop D. الـ D كمان بنوقفها طبعا. الـ D أهميتها من أهمية الـ T في الإنجليش، ولو زبطتها وحاولت انك توقفها او تنطقها في الآخر بس ما تطلعش الهواء بتاعها، ساعتها هتلاقي نفسك بتتكلم أسرع. خلينا اديك مثال. I found a red and white pen. I found a red and white pen. I found a red and white pen. أنا هنا ما قلتش I found the red and the white pen. I found a red and white pen. بقول and مش end. بقول band مش band. بقول red مش red. And so on. رابع حاجة انك لازم تبتدي تستخدم من النهاردة حاجة اسمها reduced forms. reduced forms يعني اكل الكلام، وانا كنت عملت عليها قبل كده اكثر من حلقة، هتلاقيهم برضو في رابط تحت الفيديو. بس مع ذلك انا هديك امثلة عليها، بس ما تكتفيش بالامثلة دي، حاول تبص على الحلقة دي هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا. زي مثلا كلمة want to اختصارها بيبقى wanna، فبدل ما اقول لك I want to eat ممكن اقول لك I wanna eat. I wanna eat. Going to اختصارها gonna. I'm going to travel ممكن نقول I'm gonna travel. اخر حاجة معانا النهاردة واخر نصيحة هي don't stress on every word in the sense. يعني ما تتكش او ما تضغطش على كل كلمة في الجملة. يعني ايه الكلام دوت؟ خلينا نديك المثال ده عشان تفهم اكتر. I don't have his card. انا هنا تكيت على كل كلمة، لكن اصحاب اللغة ما يعملوش كده، هو بيتكي على كلمات معينة اللي بتعبر عن المعنى بتاع الجملة او توصل لك المعنى، حتى لو الكلمات الاول التانية ما تنطقتش انت هتفهم المعنى. طيب اهم كلمات هنا في الجملة دي ايه؟ have و card، وهم دول اللي هتلاقي النيتف بيتكوا او بيضغطوا عليهم في الكلام. فهيقول لك ايه؟ I don't have his card. I don't have his card. لكن I اتنطقت بسرعة. I don't have his card. I don't have his card. شفت نطق تك على have وتك على card، لكن ما قالش I don't have his card ووضح لك كل كلمة. هوضح لك الكلمات اللي عاوز يوصل بيها المعنى، وده لازم برضو تبتدي تطبقه النهاردة. سيدني موضوع تاني وفيديو تاني عن حاجة اسمها الانتونيشن او مزيكة الكلام. ده باختصار اهم القواعد اللي هتخليك تتكلم انجلش اسرع. لو الفيديو عجبك وانا متأكد انك مش هتسمع الكلام ده غير هنا، please share and like. Thank you. خليني بقى اديك حتة اكسترا للناس اللي في اخر الفيديو، دي حتة كده treat من عندي، gift هدية عشان خاطر تمارس. انا هسيب لك paragraph في اخر الفيديو هتبتدي تطبق فيه القواعد اللي انا قلت لك عليها دي النهاردة. هتعاول على قد ما تقدر انك تقرأ بنفس القواعد اللي انا قلت لك عليها النهاردة، وبعد كده هتبعت لي في رقم انا برضو هسيبه
على الخاص رسالة صوتية وانت بتقرأ، قصدي هسيبه في البوست رسالة صوتية وانت بتقرأ الباراجراف دوت، وانا هبعت لك تقييمي واقول لك ايه الجزئيات اللي انت نطقتها صح وطبقتها صح، والجزئيات اللي انت لسه ما طبقتهاش. تالي مفيش اكتر من كده، اكسترا سيرفيس بعملها لكل المتابعين وكل حبايبي على القناة. Thank you and wish you all the best.